Again, we have lesson 5. عندنا هنا تكملة من unit 6 الدرس الخامس page 83 صفحة 83 من كتابكم الملون. عندنا بالبداية read Yusuf's email. اقرأ email يوسف. هنا يوسف كتب email وأرسله إلى نادية. بالبداية مثل ما علمتكم أنه من نكتب إلى المرسل to نادية إلى نادية وبعدها subject اللي هو الموضوع السينما. هاي نادية نبدأ بالتحية. هاي نادية. Yesterday I went to the cinema. البارحة أنا ذهبت إلى السينما. I went with my mom, dad and brother. أنا ذهبت مع أمي وأبي وأخي. I saw a film about reports in a race. أنا شاهدت فيلم حول أو عن سباق الإنسان الآلي. أوكي. It was very fun. فني. كان يعني الفيلم كان جدا مضحك. The good reports won the race. الإنسان الآلي الجيد اللي باللون البلو عرفناه سابقا إنه هو الإنسان الجيد فهو اللي ربح السباق. I had an ice cream and popcorn. أنا تناولت الآيس كريم المثلجات والبوب كورن الفشار. It was a great day. يوسف. إنه يوم ممتع. وبعدين تكتبون الأخير منو اللي كتب هو الإيميل هو يوسف. هذه كلها دي يتحدث عن زمن الماضي مثل ما تشوفون. أنا مخلي خط underline تحت الفعل متحول إلى ماضي. هسه راح نشوف التمرين اللي بعده متعلق أيضا بإيميل يوسف. Read the email again. أقرأ الإيميل مرة ثانية. And find the answers. وأجد الإجابات. راح نجاوب على أساس الإيميل. Okay. Number one. Where did he go? أين هو ذهب? Where? تسأل عن المكان. يوسف يعني أين ذهب يوسف? نقول he يعني يوسف went. الماضي مال go. الgo بما أنه غير قياسي فعل غير قياسي فيتحول من المضارع إلى الماضي يتحول جذريا فالgo صير went. okay. he went to the cinema. هو ذهب إلى السينما. okay. number two. what did he see? ما الذي رآه؟ كله من دي يسأل بزمن المضارع بعو see من تتحول شو صير saw. he saw film about report rice يعني انسان السباق مال الانسان الالي شاهد الفيلم. اوكي. نمبر 3. هو ديد هي جو وذ. هو تسال على الشخص بيرسون شخص عاقل يعني هو يوسف من راح للسينما ويا منو راح. هي وينت وذ هيز داد مام اند براذر. ذهب مع امه وابيه واخوه. 4. وات ديد هي هاف يعني تناوله. ما الذي تناوله يوسف؟ he had an ice cream and popcorn. have هو المضارع والhad هو الماضي لازم تنتبهون عند الإجابة. what was it like? number 5 طبعا. ما الذي أعجب به البارحة؟ it was a great day. قال يعني إنه يوم عظيم. هذا هو مجاوبة. أما بالأخير ask and answer. هذا conversation between يعني two. مثلا انت وصديقك انت وسيستر اور براذر اور داد مام تسوي محادثه مثل هذه الاسئله. هي مثلا سائل وير ديد هي جو نفس السؤال نمبر 1. هي وانت تو ذا سينما. هو ذهب الى السينما. وتجاوب وتسال نفس هذه الاسئله كتمرين يعني حتى تحفظ الاداه وشون تجاوب عليها السؤال وتجاوب فقط. كل عليكم ان تحلون داخل كتاب الملون. ثانك يو فور واتشينج.